شكلت هيئة الرقابة المالية لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة. على أن تتولى اللجنة إعداد كل القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات. ويأتي عمل اللجنة تفعيلا لإدخال التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون سوق رأس المال التي تعد الأكثر أهمية منذ 26 عاما، وتهدف لزيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري عبر استحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوع في الأدوات المالية المتداولة في مصر بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.